بصوا بقى الوصفه دي النهارده ان شاء الله هتجيب لك كده من الاخر العلاج شبه الشعر. الوصفه دي انا عملتها لوالدتي امبارح وبجد اتصدمت لما شفت شعرها راجع للونه الطبيعي، مفيش ولا شعرايه بيضه في الشعر، مفيش ولا شعرايه بيضه، شعرها كله راجع للونه الطبيعي. فيلا تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي انا عملت الخلطه الجميله دي ازاي، وكمان هقول لك على سبراي حلو جدا هيتثبت بيه الشعر ده، تحفه جدا، حاجات كلها في البيت واغلبيتها انت بترميها، يعني مش حاجات هتشتريها. فيلا كملي معايا الفيديو الاخر عشان تستفادي بوصفه النهارده، وما تنسوش بقى تشجعوني باللايك، عايزين كومنتات حلوه عشان كومنتاتكم طبعا بتسعدني جدا جدا. اول حاجه بقى هحتاجها معايا وهي قشور الموز، هاخد حوالي يعني قشور 70 او 3 من الموز اهو بالشكل ده. قشور الموز مفيده جدا جدا لعلاج شيب الشعر، بس هقولك ازاي الطريقه اللي انت تستخدميها بيها. تمام، طبعا الموز ده هناكله لكن القشر هنستخدمه في الوصفه بتاعتنا دي. انا كده معايا قشور 3 صوابع من الموز. تمام، هبدا بقى اجيب الكسرونه بتاعتي او اجيب الحله ديت، هضيف فيها قشور الموز بالشكل ده وهبدا اضيف عليه المكونات التانيه. اول حاجه هضيفها معايا النهارده قشور البصل، هاخد قشر بصله واحده وهبدا اغسلها طبعا كويس جدا وهضيفها على الموز بالشكل ده. اما تاني حاجه بقى هضيفها برده معايا قشور الثوم. انا مجمعه لك الحاجات اللي بجد هتفيد شعرك من الاخر وتعالج شيب الشعر. معايا هنا برده قشور تومه واحده اهي، تمام. واخر حاجه هنضيفها معايا النهارده وهي باكت من الشاي، ممكن تضيف الشاي الاخضر وممكن تضيفي الشاي العادي لو انت عندك من الشاي اللي هو ده الشاي الاخضر العادي ده، ممكن تاخدي منه معلقه كبيره او الباكت اللي احنا ضفناه ده. وهبدا اضيف بقى لتر ميه او كوبايتين ميه كبار، تمام. وبعد كده هبدا ارفعها على النار عشان تغلي كويس جدا. بعد ما رفعته على النار وسبته يبرد زي ما انتم شايفين، هبدا بقى اجيب الطبق بتاعي ده ونجيب المصفه وابدا اصفيه. هصفيه عشان انا محتاجه الميه دي، وهقول لك هنستخدمها ازاي وهنضيف ايه. دي اول خطوه احنا عملناها. بعد كده هبدا اجيب بقى الطبق بتاعي او الطاجن ده وهبدا اضيف فيه، طبعا كلكم عارفين ورق الصدر، ورق الصدر اللي احنا بنجيبه من عند العطار او الروزماري او المرمريه، اي حاجه من دول هتنفع معانا. هبدا اضيف 4 معالق من ورق الصدر المطحون بالشكل ده، وهبدا اخد من الخليط بتاعي ده، هناخد منه عشان نعجن ورق الصدر. ولكن الميه اللي باقيه دي هقول لك هتستخدميها في ايه دلوقتي. وهبدا اقلب بالشكل ده اهو، عشان نخلط الخلطه بتاعتنا. طبعا تاخدي بالتدريج لحد ما تلاقي القوام زي ما هتشوفيه دلوقتي. وهنقلب تاني كده، معايا القوام اللي انا محتاجاه عشان استخدمه. اخر حاجه بقى هضيفها على الخلطه دي وهو زيت الزيتون، هناخد معلقه واحده، ولو متوفر عندك زيت جوز الهند ضيفي زيت جوز الهند، هناخد معلقه واحده فقط. وهبدا اخلط. انت كده عملتي خلطة تحفة جدا بتعالج شيب الشعر. اليابانيين بيستخدموا الخلطة دي وبتجيب معاهم نتيجة تحفة جدا من الاخر اهو زي ما انتم شايفين كده. وابدأ اقلب عشان امزج الزيت مع الخلطة كده. انا الخلطة معايا بقت جاهزة ان انا استخدمها. ازاي بقى هستخدمها؟ اول حاجة المحلول اللي احنا عملناه ده هيبقى سبراي هترشيه على الشعر يوم اه ويوم لا، هتحطيه في اي ازازة بخاخة عندك وتبدأي ترشي بيه على الشعر يوم اه ويوم لا، وهنحتفظ بيه في التلاجة. تمام، قبل الاستخدام هنطلعه قبليها بساعة فقط. اما ده بقى فده هنعمله مرة واحدة بس في الاسبوع. تمام، هنستخدمه ازاي؟ نضيفه على الشعر لمدة ساعة او اتنين وبعدين ندخل نغسل شعرنا كويس جدا. هنرش منه على شعرنا والكمية اللي تتبقى هنعينه في التلاجة.
ده كان فيديو بتاع النهارده. الوصفه دي بتعالج شيب الشعر، مش بس كده لا، دي بتحفز نمو بصيلات الشعر، بتخلي الشعر يطول بسرعه، وبتخلي الشعر ناعم وحرير. عايزه اقول لكم الوصفه دي انا لما عملتها لوالدتي بجد اتفاجئت بشعرها لما لقيته ناعم جدا، وكمان الشيب راح تماما من الشعر. فانا عايزاكم تجربوها، هتجيب نتيجه حلوه جدا 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 معاكم ان شاء الله تستفادوا بيها. ما تنسوش حبايبي، ده كان فيديو بتاع النهارده، حطوا لي لايك بعد الفيديو، كومنت حلو منكم، تزوروني فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. باي باي.